يندرج الآن رانا في لقاء تقييمي سنوي مع تحت إشراف السيد شخصيا السيد وزير السكن والعمران والمدينة لتقييم مسيرة 2023 ومدى تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الإدارة المركزية، وخصوصا ما تعلق منها بجانب التربوي البيداغوجي من تهيئة وإنجاز المؤسسات التربوية، وخصوصا بالنسبة للسكنات الأحياء السكنية المدمجة. فقد أضيف إلى أن هذا اللقاء التقييمي السنوي قد سبقته لقاءات جهوية تحت إشراف السيد وزير السكن والعمران شخصيا، ولقاءات أخرى مع مدير العام للتجهيزات العمومية، من أجل الطمأنينة والتأكد من أن الأهداف المسطرة سيتم إنجازها وتحقيقها. للإشارة فقط أنه بالنسبة لسنة 2023 عديد التجهيزات تم استلامها بالنسبة لولاية ورقلة، وفتح خلال الدخول المدرسي السابق متمثلة في ثانويتين وأربع مجمعات مدرسية، جزء منها يتعلق بالأحياء السكنية المدمجة. بالنسبة لسنة 2024 هناك برنامج تم تسجيله قطاعي من طرف وزير السكن، يتمثل في 10 تجهيزات عمومية، 9 تربوية في حيين مدمجين كبيرين، أحدهما ببلدية ورقلة 2400 سكن، والآخر ببلدية سيدي خويلد 1365 سكن عدل، ليتم الانطلاق فيها خلال سنة 2024 مع باقي التجهيزات الأخرى المسجلة في إطار البرنامج العدل. بالنسبة فيما يتعلق بملعب ورقلة، التحضيرات جارية الآن للمصادقة على دفتر شروط الإنجاز في انتظار موافاتنا بمقرر تمويل العملية للتمكن من إعلان عملية الإنجاز، الدراسة والإنجاز. تم تحسين النوعية بصفة واضحة، ولكن تبعا لتوجيهات الكلمة التوجيهية والتأطيرية للقاء، هذا اللقاء من طرف السيد وزير السكن والعمارة المدينة، الجهود ستتضاعف بإذن الله خلال سنة 2024 لتحقيق أكثر مما تم تحقيقه في سنة 2023 بإذن الله. طبيعي جدا أن كل ما نقوم به في إطار وزارة السكن والعمران الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية هي برامج مسطرة من طرف السيد رئيس الجمهورية، وتوجيهات مباشرة للإدارة المركزية يتم تنفيذها على مستوى الولايات. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.